السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالفاير فايتنج سيستم. النهاردة بإذن الله هنكمل ما توقفنا عنده في المحاضرة السابقة. اللي هناخد النهاردة بإذن الله اللي هي قصة المشروع بتاعنا اللي هو بتاع المستودع اللي هو بنسميه الوير هاوس، واللي بيحتوي على كومباستبل ليكويد ليها فلاش بوينت بتبقى حوالي 55 درجة سيليزي. ازاي ان احنا نعمل ديزاين خاص بالفوم جينيريتور او خاص بالهاي اكسبانشن فوم سيستم لمخزن بالشكل ده. تعالى كده هناخد الخطوات واحده واحده، هنعملها بصوره مانيوال وبعد كده هنشوف اكسل شيت يقدر من خلالها ان هو يعمل لي تصميم كامل للمشروع ده. هناخد بس الفورمة من فول تانك مثلا، نحطها هنا على جنب. ماشي. طيب اول حاجة هنقول ان احنا بنصمم هنا ويرهاوس، هاي اكسبنشن، فوم سيستم ديزاين كالكوليشن. طيب بعد كده هنقول ويرهاوس داتا، هنقول ان الاريا عندي هنا عبارة عن كام، يبقى عبارة عن 2000 سكوير متر. وبعد كده عندي الستورج تايب او ماتيريال يبقى كومباستبل ويز فلاش بوينت 55 سيليزيوس. تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده المفروض ان احنا بنجيب ايه، بنجيب الابليكيشن ريت يبقى نشيل لي خالص. طيب يبقى هنا هنقول protection data. تمام. primary protection. ماشي. هنقول هنا protection device عبارة عن ايه، يبقى foam generator. الابليكيشن ريت يبقى هنا لازم هتتحسب، يبقى بنحسبها ازاي، يبقى بنحسبها من خلال المعادلة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي الار بتساوي في على التي زائد ار اس في السي ان في السي ال. تمام. هنيجي هنا نروح كاتبين المعادلة ديت، فبنقول والله الابليكيشن ريت عندي هنا بتساوي، يبقى بتساوي في على ال تي زائد ار اس، وكل ده هيتضرب في مين، يبقى في سي ان في السي ال. مظبوط كده. ده اللي هو ايه الابليكيشن ريت. نبدا نفصل بقى كل حاجة من الحاجات ديت، بس نمسح بقى الحاجات ايه اللي ملهاش لازمة ديت.
ماشي، هنيجي هنا هنقول والله ان ده هنسميه الار، هنقول له بعد كده الفي ده اللي هو يعادل السبمرجنس فوليوم، تمام. عايز تكتبها بالقدم المكعب ماشي، عايز تكتبها بالمتر مكعب مفيش مشكلة. بعد كده عندك اللي هو التي اللي هي السبميرجنس تايم، والواحدة بتاعتها بالمينت، بعد كده عندي اللي هو ال RS بنسميها sprinkler breakdown اهو، يبقى تسمى rate of foam breakdown، rate of foam breakdown by sprinkler ودي برضو الوحدة بتاعتها بتكون قدم مكعب لكل ايه per minute، يبقى هنا ده هتلاقي الوحدة بتاعتها قدم مكعب per minute. طيب بعد كده عندي اللي هو ال CN وال CL، يبقى ال CN نكبيار على طول ممكن من هنا، طيب مش هينفع نكبيار عشان بس دي image. طيب فال CN بنقول ان هو عبارة عن compensation for normal foam shrinkage، compensation تمام. وبعد كده عندي اللي هو ال CL اللي هو compensation for decage، ده هو مين ده اللي هو ال CL. يبقى هنا بنقول ان الابليكيشن ريت دوت يبقى ده يعادل كام، يبقى بيعادل اللي هو ال V على ال T زائد ال R S في C N في C L. تعال نجيب كل واحدة من الحاجات دهيت ده عبارة عن ايه. يبقى هنقول ان ال V بتساوي ال Area مضروب في Submergence Depth، يعني بيساوي الاريا عندي كام، عندي 2000 متر مربع، يبقى هنوجدها بالمتر مربع وبعد كده هنوجدها ايه او نحولها للقدم المكعب. طيب هتضرب في السمرجنس ديبس، يبقى هنا عندي الارتفاع بتاع التخزين، تمام نسينا نضيفه هنا، يبقى هنا الستوريج هايت هنقول ان هو بيساوي 8 متر، تمام. يبقى هنا بنقول ان الاستورج هايت بتاعي هنا يعادل كام، يعادل تقريبا 8 متر. طيب هنيجي هنا هنقول ان هو عبارة عن طالما ده اكتر من 6 متر، يبقى هنا بنوجد السمرجنس ديبس ان انا بروح مزود 10%، يعني هنا بضرب في 1.1 واضرب في كام، في 8. وبعد كده منساش التحويل من القدم من اللي هو المتر المكعب الى كام، الى اللي هو القدم المكعب، تمام. فهنا نوجد من خلال الفوليوم التحويل بتاعنا من اللي هو
الكيوبيك متر إلى اللي هو الكيوبيك فيت، فيعادل تقريبا 35 و31 أو 5315 ديت. طيب يبقى هنا أروح ضارب ده، هنسى عشان بس التقريب، فده يعادل، تعال نشوف بقى، أدي 2000 في 1.1 واضرب في 8 واضرب بعد كده في 35.315، تمام؟ يطلع كام؟ يطلع 62، يطلع كده 621,544، 621,544 قدم مكعب. يبقى الوحدة ايه؟ قدم مكعب. هذا هو 6 2 1 5 4، ماشي تمام. يبقى ده اللي هو ايه؟ سميرجنس فوليوم. طيب بعد كده الحاجة التانية اللي انا محتاجها هنا اللي هي ايه؟ سميرجنس تايم. يبقى هنا هنقول ان التي ده هيت هتساوي كام بقى؟ يبقى هنا ندخل على الجدول اللي شفناه في السلايدات وندخل بالكمبستبل ليكويد، الفلاش بوينت عندي 55 يعني اكتر من 38 درجة سيليزية، هذا هو. يبقى هنا لما ندخل على الجدول دوت فنلاقي عندي هنا الكمبستبل ليكويد لما يبقى فلاش اكتر من 38 تمام، والمبنى بتاعي هنا نوت سبرينكلر، يبقى هنا مش هنحط فيه اي رشاشات، وكمان ده عبارة عن unprotected steel construction. يبقى هتبص تلاقي عندك التايم بتاعك كام؟ يبقى 3 دقايق. يبقى هنا السمرجنس ديبس بتاع السمرجنس تايم بتاعي، يبقى انا هغطي المكان ده او هغطي الهايت اللي انا محتاجه في 3 دقايق. ماشي. بعد كده عندي ال RS equal to كام؟ يبقى equal to 0. يبقى هنقول ليه؟ لان البيلدنج هنا warehouse not protected by sprinkler. يبقى هنا مفيش اصلا رشاشات، وبالتالي هنا مش هيحصل قطع للفوم ولا اي حاجه، لان هنا اصلا مفيش ايه؟ مفيش اي رشاشات متوزعه عندي في السيلينج، او انها مش هستخدم اصلا رشاشات. بعد كده هقول ان ال CN بتعادل كام؟ يبقى قلنا ان هو رقم ثابت يعادل 1.15. وبعد كده عندي اللي هو CL باعتبار ان هو slightly leakage، يبقى هنا بيعادل 1.1. القيمة بتاعته زي ما قلت لك ان هو بتتراوح ما بين 1 إلى 1.2، تمام. عايز تصمم على worst case يبقى ايه؟ صمم على 1.2، لكن اهي هصمم على المتوسط بتاعه، اقول ان ده هو عبارة عن slightly leakage، يبقى هنا التسريب بتاعه بسيط، يبقى هاخده 1.1، تمام. يبقى من التوتال ده هاخد بس ايه الاسطر دهيت ارحل على جنب بس عشان ما تلخبطناش. ماشي. يبقى هنا هنقول ان من خلال القيم دي كلها او الداتا دي كلها، يبقى الابلكيشن ريت بتاعي عبارة عن كام بقى؟ يبقى عبارة عن ال V على ال T، يبقى هنا 62، يبقى 621,544 هنقسم على التلات دقايق، تمام. وبعد كده هنروح نضرب في اللي هو ال CN في ال CL على طول، لان ال RS خلاص بزيرو، يبقى هضرب في 1.15 واضرب كمان في 1.1. يبقى تعالى نشوف ده بيساوي كام. يبقى 6 2 1 5 4 4 على التلاتة، ونضرب القيمة دهيت في 1.1 واضرب في 1.15. تطلع عندي كام؟ يبقى تطلع عندي
262,084، يعني هو بالتقريب 5.85. تمام، يبقى 0.85. والوحدة هنا عندي ايه؟ الوحدة دي سي اف ام او كيوبك فيت بير منت، يبقى كيوبك فيت ايه؟ بير منت. الوحدة عندي هنا ايه؟ بالقدم المكعب ايه لكل دي. تمام، بعد كده بعد ما طلعت اللي هي قيمة الابليكيشن ريت، نتأكد من الرقم تاني اهو ماشي. بعد ما طلعت اللي هو الابليكيشن ريت، بقول والله ان انا محتاج، بس دي سي اف ام اللي هي قدم مكعب بير مينت لكل ايه؟ لكل قدم مربع، مظبوط كده. يبقى هنا بقول ان الابليكيشن ريت ده الواحده بتاعته ايه؟ اهو ريت اوف ديسشارج، يبقى قدم مكعب بير مينت، قدم مكعب ايه؟ بير منت. يبقى ايه؟ مفيش اللي هو القدم المربع. يبقى ده اللي هو كيوبيك فيت بير منت او قدم مكعب لكل ايه؟ لكل دي ماشي. بعد ما طلعت كده اللي هو الابليكيشن ريت اللي موجود عندي هنا، بروح اللي هي كميه الفوم اللي خلاص اضخها داخل المكان، او الهاي اكسبنشن فوم اللي اضخها داخل المكان، بوجد اللي هي ال CFM ايه بير جنريتور. تمام، يبقى هنا بوجد اللي هو ال CFM للجنريتور، يبقى هنا هنقول جنريتور 1 جنريتور كاباسيتي ايكوال تو. هنا بقى بتختار او بتعمل سيلكشن للجنريتور بتاعك من خلال وليكن مثلا كاتالوج زي شيم جارد او غيره. هنخش على اللي هو الفوم سيستم بي دي اف شيم جارد، اختار جنريتور. تمام، هتلاقي اللي هو سيكشن في، اللي هو هاي اكسبنشن فوم جنريتورز. جوه الهاي اكسبنشن فوم جنريتور ده هتلاقي مودلز معينه. هنا بيقول لي في موديل اللي هو تبع المصنع، طبعا بيقول لي اللي هو 1500 دبليو بي، في 3000 دبليو بي، في 6000 دبليو بي، وهكذا لحد كام؟ لحد 25000 دبليو بي. ومدي لك الرينج بتاع السي اف ام لكل منهم، هنا ده 1500، هنا 3200 لحد 4500، هنا ده اللي هو 12000. فهنا انت بتختار موديل معين من المودلز دهية، وعلى حسب اختيارك للموديل ده وكمية السي اف ام اللي بيطلعها الجنريتور، يبقى هيطلع لك عدد اللي هو الجنريتورز الموجودة عندي. طيب هختار مثلا وليكن اللي هو 25000 دبليو بي دهوت، اللي هو بيطلع كام؟ تقريبا 26400. طيب يبقى هنا اختار دوت اللي هو 26400 سي اف ام. تمام، يبقى هنا بقول ان نمبر اوف جنريتورز يبقى تعادل كام بقى؟ يبقى بتعادل اللي هو 262,085 مقسوم على الكاباسيتي بتاع الجنريتور الواحده اللي هي 26400. تعال نشوف الرقم ده يعادل كام. يبقى هنا 262,085 على ايه؟ على 26400. هتبص تلاقي نفسك ان انت محتاج كام؟ يبقى محتاج هنا 10 جنريتور. يبقى 10 جنريتور اللي انت محتاجه. تمام، طيب واحد تاني يقول لي لا انا هستخدم مثلا الموديل ده اللي هو بيطلع 12000، مفيش مشكله، بس هتلاقي عدد الجنريتور عندك ايه؟ هيكبر. تمام،
فبالتالي هنا بدل ما انت تستخدم مثلا 10، لا هتلاقي نفسك انك هتستخدم مثلا 20 جنريتور مثلا يعني. تمام. وبعد كده بتطلع من خلال الكتالوج دوت، تمام، طبعا الابعاد والويت والحاجات ديت برضو ايه يعني الى حد ما مهمة. عندك برضو المدخل اللي هو الاف ده، تمام، فهتلاقي عندك الاف ده كام؟ 2 بوصة، يبقى هنا جنريتور يعني ممكن نكتبها هنا with foam solution inlet كام؟ يبقى 2 انش. يبقى ايه؟ 2 انش، ماشي. طيب بعد كده من خلال برضو السلكشن بتاع الكتالوج دوت، المفروض ان احنا بنجيب عشان خاطر نحصل على السي اف ام دهيت، هو بيستهلك قد ايه او كم جي بي ام من اللي هو الفوم سوليوشن. فتبص هنا في الكيرفات دهيت اللي هي تابع برضو هنا شيم جارد، فهنا بيقول لي الكيرف ده لو بصينا عليه كده، هنا بيقول لي الكيرف ده خاص بالموديل اللي هو 25000 دبليو بي اللي احنا اخترناه، تمام. في حاجه اسمها جراوند ليفل وحاجه تانية اسمها اليفيتد ليفل. طيب هنختار طبعا الاليفيتد، لان هنا عندي اللي هو الهاي اكسبانشن فوم هيبقى ايه، هيبقى متعلق مش على سطح ايه، مش على سطح الارض. فهنا بيقول لك إيه؟ على حسب الريزيدوال بريشر اللي انت هتدخلها او اللي هتعمل لها انلت بالفوم سوليوشن عند المدخل بتاع الجنريتور، هل هو 40 ولا 60 ولا 80 ولا 100 ولا 120 بي اس اي. فتلاقي الرينج بتاعك من 40 الى كام؟ الى 100 بي اس اي. الحاجه الثانيه بيقول لك وفقا للقيمه بتاعت الريزيدوال بريشر والقيمه اللي هي بيدي لك هنا ايه اللي هي الرينجز بتاعت ايه، بتاعت التوتال اكسبنشن فوم اللي هتخرج من الفوم جنريتور، والناحيه الثانيه هنا بيدي لك اللي هي كميه الفوم سوليوشن اللي انت هتحتاجها في المدخل بتاع الفوم جنريتور، وبيدي لك هنا الاكسبنشن ريشيو. طب تعال نشوف كده مثلا، وليكن هنا ده 25000 مثلا، تمام، ده 25000 ايه سي اف ام. طب عشان تولد ال 25 سي اف ام، 25000 سي اف ام ديت، يبقى انت هنا محتاج سوليوشن قد ايه؟ 240 جي بي ام من الفوم سوليوشن. يبقى ناخد بالنا في الفرق ما بين الحاجتين تاني عشان خاطر بتحصل لخبطه كتير، وفي ناس مش بتفهم القصه ديت، ان الاوتبوت او اللي هو السي اف ام او الفوليوم اللي انت بتشوفه اللي هي كميه الرغوه الكبيره بالهواء دي حاجه، وكميه الفوم سوليوشن الاساسيه اللي هي الفوم كونسنتريت والووتر اللي انت تدخلها دي حاجه تانية. محصله اللي هي القسمه بتاعه الاوتبوت النهائي على السوليوشن الابتدائي اللي انت هتدخله على الجنريتور، يبقى هو ده اللي بيدي لك ايه، بيدي لك الاكسبنشن ايه، اللي بيدي لك الاكسبنشن ريشيو، تمام. يبقى هنا مثلا وليكن عند 25000 اهو، تمام، نقسم على 240، يبقى ايه ده طبعا بجانب ايه، بجانب اللي هو الجزء بتاع الهواء. طيب فنشوف كده، هنختار مثلا الريزيدوال بريشر بتاعنا وليكن 40 بي اس اي، هتلاقيه ان هو متقاطع مع الكيرف ده، هتلاقي فيه 3 كيرفات قدامك اهو، في الكيرف اللي هو متقطع ده اللي هو بيدل على الاكسبنشن ريشيو، وفي بعد كده الكيرف اللي هو المستقيم اللي انت شايفه ده او المتصل ده او الكونتينوس ده، يبقى ده اللي هو بيعبر عن الاوتبوت فلو، واللي هو المرسوم بالسنتر لاين ده يبقى ده اللي هو ايه الفلو بالجي بي ام. اختار الفوم جنريتور وليكن مثلا هتشتغل عند كام، هتشتغل عند 40 جي بي، هتشتغل عند 40 بي اس اي، يبقى هنا هتبص تلاقي عندك اللي هو هيخرج منها تقريبا كام، تقريبا 26400، تمام. وبعد كده هتشوف تقاطعها مع الكيرف اللي هو الكونتينوس دوت، فهتقدر انك تطلع مين، هتطلع اللي هي قيمه الجي بي ام اللي انت محتاجها من الفلو، وبعد كده هتعملها تقاطع مع اللي هو السنتر لاين ده، تمام، هتطلع اللي هو القيمه بتاعه الجي بي ام. اما الكونتينوس ده هيدي لك اللي هو ايه،
يبقى الكونتينوس هو بيدي لك اللي هو الفوم اوت بوت اللي هتطلع من اللي هو الفوم جنريتور. فلو اخترنا 40 بي اس اي يبقى هنا مع تقاطع النقطه دهيت فبيدي لك كام هنا؟ يبقى هنا هتلاقيه ان هو بيدي لك تقريبا 19000 سي اف ام. طب احنا لا محتاجين كام؟ محتاجين تقريبا 26000 و 400. طيب يبقى هنختار كام؟ يبقى هنختار ال 80 بي اس اي، تمام، لان الوحيده اللي هتحقق لك الرقم ده اللي هي 80 بي اس اي، تمام. يبقى هنا تقاطعها هيدي لك تقريبا اللي هي القيمه اللي انت محتاجها اللي هي 26000. وهي بعد كده هتختار اللي هي تقاطعها مع اللي هو الخط بتاع السنتر لاين ده عشان توجد الجي بي ام، فهتلاقيها تقريبا كام؟ 230 جي بي ام. يبقى اذا في النهايه كده او المحصله بتاعت القصه دهيت، يبقى انا محتاج قد ايه؟ يبقى 1 جنريتور فوم سوليوشن كاباسيتي ايكوال تو كام؟ يبقى 230 جي بي ام. طيب يبقى 230 جي بي ام ده اللي هو الخاص ب اللي هو الجنريتور الواحد. وبالتالي هنا التوتال فوم سوليوشن ريكوايرد، تمام، دي طبعا هنقول ايه؟ ات 80 بي اس اي، ماشي، عشان ما ننساش. يبقى ات 80 ايه؟ بي اس اي، عشان ايه؟ ما ننساش اللي هو الضغط بتاع الفوم سوليوشن اللي انا محتاجه عند الفوم جنريتور. يبقى total foam solution required يبقى بيساوي ايه؟ يبقى بيساوي عدد الجنريتورز اللي انا هستخدمها مضروب في اللي هو الجنريتور او الكباسيتي بتاعت الجنريتور الواحده اللي هي كام؟ اللي هي 230 جي بي ام، يعني يساوي كام؟ يبقى بيساوي 2300 جي بي ام. يبقى انا محتاج فقط لي اللي هو الفوم سوليوشن او اللي محتاج لمجموع الجنريتورز الموجوده عندي في المكان، يبقى محتاج 2300 جي بي ام من مين؟ من اللي هو الفوم سوليوشن. طيب عند ضغط كام؟ يبقى مينيمم ريزيدوال بريشر عند الجنريتور يبقى كام؟ يبقى 80 بي اس اي وفقا للسلكشن اللي احنا عملناه من خلال الكتالوج بتاع ايه؟ بتاع شيم جارد. تمام، يبقى نركز تاني على الكتالوج ده بتاع شيم جارد مثلا. يبقى هنا عندي بختار خلاص الموديل، بعد كده بشوف عندي البي اس اي او الريزيدوال بريشر اللي هتقدر تحقق لي كميه السي اف ام اللي انا محتاجها، فما لقيتش غير اللي هي ال 80. وبعد كده تقاطعها مع الكيرف اللي هو السنتر لاين ده، يبقى هتبص تلاقي ان هو بيدي لك قيمه الجي بي ام اللي انت ايه؟ اللي انت محتاجها. طيب بعد ما طلعت اللي هي القيم دهيت اللي هي خاصه بالفوم سوليوشن، بوجد برضو اللي هي كميه الفوم كونسنتريت اللي انا محتاجها، تمام، كان في خطوات هنا كنا ممكن نكبر منها حاجه يعني اهو. يبقى نفس الخطوات هي يبقى انت محتاج هنا فوم كونسنتريت هنستخدمه اللي هو A تريبل اف، تمام. التركيز بتاعي هنا في الفوم جنريتور بيبقى ما بين 2 إلى 2.75% في المية، فاختار 2%. هنا التركيز بيختلف شوية بتاع الفوم جنريتور عن اللي هو السبرينكلر والكباين. في الكباين او السبرينكلر كنا بنستخدم اللي هو 3%، في الفوم جنريتور بيبقى ما بين 2 إلى 2.75%. طيب بعد كده هقول ان الفوم كونسنتريت فلوريت يبقى هنا اللي هو هنسميه كيو واحد، يبقى بيساوي ايه بقى؟ يبقى بيساوي اللي هو الرقم الموجود عندي اللي هو 2300. طيب ده هيتضرب في مين؟ يبقى هيتضرب في البرسنتج بتاعتنا اللي هي 2%. يبقى هنا هيساوي كام؟ يبقى 2300 لما تتضرب في 2% تطلع تقريبا 46، تمام. يبقى هنا 46 جي بي ام. وبالتالي هنا اقول ان الفوم كونسنتريت كوانتيتي او فوليوم هنسميها في واحد مثلا، يبقى بتساوي كام؟ يبقى بتساوي
اللي هي الفلوريد بتاعنا اللي هو 46 هيتضرب طبعا في التايم. التايم ده هو كام؟ يبقى التايم بتاعنا اللي هو 15 ايه 15 دي. طيب يبقى ده بيساوي كام؟ تعالى نضرب كده، ادي 46 في 15 يطلع تقريبا 690، يبقى 690 جالون من اللي هو الفوم كونسنتريت اللي انا محتاجه. وبعد كده الستاندرد فوم بلادر تانك، يبقى هنا ستاندرد بلادر تانك سيلكشن، يبقى هنا هناخده ان هو كام؟ 700 جالون. تمام، جبنا منين ال 700؟ برضو هنا هتخش على شيم جارد، هتدور على السكشن بتاع البلادر تانك، نخش على ايه اي كتالوج وليكن مثلا بتاع شيم جارد او غيره، ندور على ايه على البلادر تانك. اهو البلادر تانك انت عايزه ايه؟ عايزه هوريزونتال ولا عايزه فيرتيكال؟ طيب هوريزونتال هنا هتلاقي اهو، نعمل بس فيو ونعمل روتيت، فهتلاقي عندك 50 75 اب تو، احنا عايزين كام؟ 600 حاجة و60، كنا عايزين 690، فهنا هنختار كام؟ اللي هو 700. تمام، يبقى هنا البلادر تانك اللي احنا محتاجينه هيبقى ايه؟ هيبقى 700 جالون فيلد ويز كام؟ يبقى 690 جالون من اللي هو الفوم كونسنتريت بتاعنا اللي هو التريبل اي تريبل اف. طيب بعد كده بتوجد برضو نفس القصه اللي هي كميه الميه واللي هي الحجم بتاعها واللي هي البريشر اللي احنا محتاجينه. تمام، تقول مثلا ان هنا water quantity water flow rate، يبقى المية اللي احنا محتاجينها كفلو ريت. تمام، يبقى احنا محتاجينها هيتساوي كام؟ يبقى بتساوي 2300 اللي هي بتاعت الفوم سوليوشن، هتتضرب طبعا هنا في 98%. تمام، وبعد كده نوجد الرقم ده يساوي كام بقى؟ يبقى هنا 2300 في 98%، يبقى انت محتاج 2254. جي بي ام. وبعد كده الووتر فلو ريت، الووتر فوليوم بقى، يبقى هنا بيساوي اللي هو الرقم ده 2254 هيتضرب طبعا في مين؟ في الوقت بتاعنا اللي هو كام؟ اللي هو 15 دقيقة. يبقى هنا 2254 اضرب في 15 فيطلع عندي 33810 جالون. بعد كده هتوجد اللي هو برضو بنفس السيكونس اللي هي البريشر، يبقى هنا ووتر بريشر
required يبقى هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن محصلة تلات حاجات اللي هي ال residual plus ال friction plus عندي ايه اللي هي ال static. تمام، فعندي ال residual خلاص اللي هو 80 بي اس اي من خلال السليكشن بتاع الكتالوجات. ال friction هفترض ان هنا عندي اطوال مواسير تمام وفقا لي اللي هو المبنى بتاعي ده، ادي الارتفاع بتاعه، هناخد اللينس بتاعه هتلاقيه 79 متر، يبقى هقول مثلا ان هو 150 متر، يبقى هنا هنقول ان هو بيساوي 150 متر هتضرب فيه 6 من 1000 يبقى كده اتحول لي اللي هو البار. وبعد كده ده هيتضرب فيه 10 في 14.5 سوري، يبقى 14.5 عشان يتحول للبي اس اي. القصه دي جت منين؟ جت ان انا بقول ان الفريكش اللوسز بتاعتي تعادل تقريبا 6 متر لكل 100 متر. تمام، يبقى 6 متر لكل ايه؟ لكل 100 متر، يبقى هنا 6 على ال 100 في اطوال اللي هي الطول بتاع المواسير الكلي، يبقى هيدي لك عدد ايه؟ يبقى هيدي لك اللي هي الفريكشن لوسز بس بايه؟ بالمتر. طب انا لو خليتها 6 من 1000 اللي هي 6 على ال 1000 يبقى هنا تطلع ايه؟ بالبار. هضربها في 14.5 عشان تتحول لايه؟ للبي اس اي. هزود عندي الاستاتيك هنا الارتفاع بتاع الهانجر عندي حوالي كام؟ 14 متر. تمام، اقصى حاجه 14 متر، يبقى هنا ايه؟ اقول ان هو بلس طبعا. تمام، يبقى 14 متر. تمام، يعني 1.4 من البار، واضرب في كام؟ واضرب في 14.5 عشان تتحول للبي اس. طب نشوف دهيت هتساوي كام بقى. يبقى هنا هتلاقي دي بتساوي، تعال نحسبهم واحدة واحدة، ادي 150 في 6 من 1000 في 14.5 تطلع بالرقم ده، يبقى هنا عندي 80 بلس 14 بي اس اي 13 سوري، يبقى هنا 13 بلس عندي اللي هي 1.4 في 14.5 فيطلع 20.3، يعني المحصلة في الآخر هتطلع كام؟ يبقى زائد 13 زائد 80 تطلع 113.3، يعني تقريبا 114 بي اس اي. تمام، يبقى دي اللي هي required pressure عندي عند المية او مصدر المية اللي هيدخل عندي في المنظومة او في السيستم بتاعي، هيعادل تقريبا 114 بي اس. طيب بعد كده هيبقى عندي اللي هو supplementary، هستخدم مثلا وليكن كابنتين لان هنا عندي المكان متسع. تمام، المكان هنا انت ممكن تستخدم اكتر من كابينه، لكن انت اللي هتحسب عليه بس سبلمنتري هتحسب على ايه؟ على كابينتين بس، فهتاخد نفس الحسابات هي هي. تمام، الحسابات القديمه اللي احنا شرحناها قبل كده في التانكات. تمام، يبقى هتلاقيها هي هي مش هتفرق معانا اي حاجه. تمام، وبعد كده بتعمل اللي هو التوتال ريزلت اللي انت محتاج، مثلا فوم كونسنتريت فور برايمري بلس اللي هو السبلمنتري، فهتلاقي نفسك ان انت محتاج هنا 690 بلس اللي هو السبلمنتري اللي هو كام؟ هتلاقيهم 60 جالون. تمام، وبعد كده يبقى هنا التوتال فوم كونسنتريت اللي انت محتاجه يبقى 690 بلس ال 60 يبقى كام؟ يبقى على بعضهم 750 جالون.
يبقى احنا اخطأنا في جزئية هنا ان احنا عملنا سيلكشن بدري لي اللي هو البلودر تانك. هو مش هيبقى 700 جالون، لكن السيلكشن اللي انت بتعمله على التوتال سواء كان اللي هو السبلمنتري او كان البرايمري، فهنا يبقى انت السيلكشن اللي انت تعمله انك هتعمل سيلكشن للبلودر تانك بحيث ان هو يبقى 800 جالون. يبقى ده 800 جالون فيلد ويز كام؟ يبقى فيلد ويز اللي هو 750 جالون من اي تريبل الاف. تمام. بعد كده بتوجد بقى الحاجه ك اللي هي الدايمتر والبريشر النهائي بتاع الووتر. تمام. شفنا كده مع بعض ده اللي هي ايه الحسابات المانيوال تمام للمشروع بتاعنا ده. اتمنى تكون ان هي واضحه وما فيهاش اي مشكله. وتعالى نشوف حاجة تانية اللي هي الاكسل شيت اللي يقدر يحسب لي المعلومات دي كلها او القصة دي كلها بسهولة جدا، مجرد بس انك هتعمل فيها شوية مدخلات. اول حاجة بيطلب منك هنا طبعا ده اللي هو الوير هاوس بروتكتد باي هاي اكسبانشن فوم جنريتور. هندخل المساحة بتاعت اللي هي الـ2000، هدخل الستورج هايت بتاعت ان هي 8. بعد كده ده عبارة عن لايت انبروتكتد ستيل، وبعد كده الفلاش بوينت اللي هو كومبوستبل فلاش بوينت عندي اكتر من 38 درجة سلزير. هختار الموديل بتاعي ان هو 25000 دبليو بي. وبعد كده هنا الريزيدوال بريشر ات فوم جنريتور هيبقى 80 بي اس اي. بعد كده الابروكسيمت باي بلينس هنقول ان هي الطول الكلي للمواسير مثلا 150 متر. هستخدمه اي تريبل اف. وبعد كده التركيز الخاص بالاف اتش سي هيبقى 3%، والتركيز بتاع الفوم كونسنتريت الخاص بالجنريتور هيبقى 2%، ونوع البلودر تانك اللي انا هستخدمه هيبقى ايه؟ هيبقى هوريزونت. بتلاقيه اوتوماتيك على طول بيروح مطلع لك اللي هي السمرجنس فوليوم، طلع لك اللي هو السمرجنس تايب، وبعد كده وجد لك اللي هي الابلكيشن ريت اللي انت محتاجها طبعا بعد التقريبات وغيرها. وبعد كده طلع لك من هنا اللي هو الاكسبندد فوم ديسشارج ريت اللي هو الار اللي احنا محتاجينها. تمام. ده اللي هو ال V على ال T. تمام. وبعد كده ده اللي هو الاكسبندد فوم ديسشارج اللي هي النهائيه اللي احنا طلعناها كانت طالعه كام؟ 262 اهو 262,085. فهنا هتلاقيه زود بس واحده كده نتيجه للتقريب مش اكتر. بعد كده قال لك ان هنا الفوم جنريتور انلت كمان بيدي لك الانلت بتاعه يبقى 2، والفوم جنريتور ديسشارج للواحده 26100 26100 وفقا للكتالوج اللي هو متحمل هنا في الاكسل شيت. يبقى انت عدد الجنريتورز اللي انت تستخدمها 11، وهتحتاج 237 جي بي ام لي اللي هو الفوم جنريتور الواحده، وبالتالي المحصله هتبقى 2607 جي بي ام. وبعد كده الديسشارج تايم عند 15 دقيقه هتستخدم كابينتين. وبعد كده بيدي لك اللي هي التوتال برايمري والسبلمنتري. هتلاقي نفسك انك محتاج تقريبا البلادر تانك عندك 900 جالون اللي هو الستاندرد بتاعه، وعندي هنا اللي هي التوتال فوم الكونسنتريت اللي انا محتاجها 855، وبيدي لك كمان اللي هو الاقطار بتاعت البايبنج وكميات الميه اللي انت محتاجها كفلوريت وكجالون وكمان اللي هو البريشر. اتمنى تكون المحاضره وصلت باذن الله، وباذن الله اشوفكم تاني في محاضرات جايه. والسلام عليكم ورحمه الله.